السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي سلسلة شوات ريحان كمان نقدم لكم عصير منعش بالجزر والبرتقال، كيجي رائع ومنعش بمكونات متوفرة في كل بيت. إلى عجبكم الفيديو بارتاجي انضمام للقناة وضع لايك الفيديو. شكرا للمتابعة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المكونات كنحتاجو الحامضة وحدة، ليمونة حامضة، وأربع حبات من البرتقال اللي كيكون مغسول، نصف لتر من الماء، وعندنا أربع حبات ديال الجزر اللي كيكون مقشر ومقطع قطع صغيرة، زولت ليه القلب اللي بالداخل. وكنحتاجو أيضا 200 غرام ديال السكر سنيدة. كنضيف نصف لتر من الماء على الجزر والسكر السنيدة، وغادي نقشر العناصر الأخرى اللي هي الليمون الحامض والبرتقال ونضيفها للجزر والسكر السنيدة. قطعت البرتقال وليمونة حامضة، زولت هذاك القشر الأبيض وأيضا البذور، وغادي نوضعه فوق النار مدة 25 دقيقة. بعد مرور 25 دقيقة هذا هو الشكل ديال المحتوى اللي عندي. غادي نخليه حتى كيبرد تماما، من بعد غادي نوضعه في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنه وكنصفيه. كنصفي المكونات اللي طحنت كلها، كما لاحظتوا كتجي كثيفة، هذا هو الكثافة ديالها كما كتلاحظوا. كنصفيه مزيان، ضروري ما تصفيه، كتساعدوه انه كيهبط هذاك اللب ديال المكونات كلها. كنزولو هذوك الشوائب من بعد ما كنصفيوها مزيان، كنحصلوا على مركز ديال البرتقال والليمون الحامض والجزر اللي كيكون كثيف. هنا لكم حريه الاختيار، كتضيفوا كميات الماء اللي كتفضلوا نتوما على حسب القوام ديال العصير اللي بغيتو. انا غادي نضيف ليه نصف لتر من الماء مثلج، وغادي نحتفظ به في الثلاجه الوقت اللي بغيتو. غادي نستهلكو، نقدر نضيف ليه الماء البارد، نقدر نضيف ليه فاكهه اخرى ونطحنو. انا غادي نقدمو هكاك. بالنسبه لكميه الماء كتبقى لكم حريه الاختيار، راه يمكن لكم تضيفوا حتى 3 لتر ديال الماء لهذا المركز اللي حصلنا عليه. ان شاء الله تجربوا وينال اعجابكم. شكرا للمتابعه.